مهاجم نادي التعاون. بدي ارحب فيك كابتن. هارد لك. يمكن التعاون سيطر على مجريات المباراه بشكل كامل، الا انه خرج خاسر يعني هذه المباراه. الحمد لله على كل حال، زي ما قلت المباراه ما هي مكتوبه لنا اليوم، جاتنا فرص كثيره ما استغلناها. مبروك لنادي الفيحاء وهارد لك لنا، ان شاء الله نعوض باذن الله في المباريات القادمه ان شاء الله. يمكن كابتن المباراه الماضيه كان التسجيل في اخر دقائق بالنسبه لنادي التعاون، اليوم ايضا يخسر التعاون، يضيع العديد من الفرص، ايش اللي حاصل في هجوم نادي التعاون؟ والله مو حاصل شيء، يعني قلت لك ما هي مكتوبه لنا، يعني جولين اتوقع وما ندري الحين الان هي اوفسايد مو اوفسايد، وفي ركله جزاء الحكم ما احتسبها لنا، ايش نقدر نسوي غير نقول نعوض في الجاي باذن الله. طيب اسالك عن المواجهه المقبله امام احد الفرق اللي تصارع من الابتعاد عن مناطق الخطر نادي القادسيه. طبعا كل مباراه ندخلها مباراه صعبه سواء مع اي فريق، كل مباريات صعبه، لكن ان شاء الله باذن الله نكون قدها ان شاء الله ونعوض ان شاء الله الخساره هذه ان شاء الله. الهدف كابتن معنا على الشاشه، اذا حاب تتعلق عليه يمكن الهدف يظهر الان على الشاشه. الحمد لله اوفر كان كويس وتوفقت في الكوره، اللهم لك الحمد. الهدف اللي الغي بالفار؟ والله ما ادري الان ما شفته، لكن اتوقع انه مو اوفسايد، يعني كره راده من الحارس يعني، لكن الحمد لله الله يعطيك العافيه.